السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس بتاعنا النهاردة أول درس قراءة الترم الثاني لغة عربية. الدرس بتاعنا بيتكلم عن الزعيم الراحل مصطفى كامل. مر بموقف في حياته بيعلمنا منه حاجات كتير، منها عزة النفس والكرامة. الدرس بتاعنا النهاردة اسمه كبرياء طفل. خلينا الأول نتعرف على بعض المعلومات عن الزعيم الراحل مصطفى كامل. مصطفى كامل كان من أكبر الزعماء السياسيين في مصر الذين يقومون بحرب الإنجليز ومحاولة إجلاءهم عن مصر. الزعيم مصطفى كامل كان والده أحد ضباط الجيش المصري، وألف أول مسرحية مصرية، كما دعا لتأسيس أول حزب وطني قبل وفاته في مصر. كان يلقب هذا الزعيم بلقب الباشا أو الزعيم أو فتى مصر الأول. توفي الزعيم الراحل مصطفى كامل قبل أن يكمل عامه 34. تعالوا نتعرف على الموقف اللي مر بيه مصطفى كامل، وتعالوا نشوف برضه هنتعرف على هنستفيد إيه من الموقف اللي هو مر بيه ده. مصطفى كامل هنقرأ مع بعض الدرس. الدرس بتاعنا درس كبرياء طفل، ونعرف منه المعلومة إيه الموقف اللي مر بيه. واصل مصطفى كامل الدراسة حتى نشوف الأول، نجيب الدرس الأول مع بعض. واصل مصطفى كامل الدراسة حتى نال شهادة إتمام الدراسة الابتدائية سنة 1887 ميلادية، وأقامت المدرسة حفلا فخما لتوزيع الشهادات على الناجحين. دعت إليه الخديوي توفيق وكبار رجال حاشيته والوزراء ورهطا من علية القوم. واصل مصطفى كامل الدراسة، يعني أتم دراسته في المرحلة الابتدائية في عام 1887 ميلاديا. يعني الزعيم بتاعنا مصطفى كامل واصل الدراسة بتاعته لحد ما وصل للصف السادس الابتدائي. الكلام ده كان سنة 1887. وقتها كان بيقام حفل لانتهاء الشهادة الابتدائية. احنا طبعا ممكن نقول ازاي بيعملوا حفل، يعني ده شهادة ابتدائية حاجة بسيطة. وقتها الشهادة الابتدائية دي كانت حاجة كبيرة جدا، عشان كده كان يقام ليها حفل، وكانوا بيحضروا علية القوم اللي هو زي مثلا رئيس الجمهورية دلوقتي ورئيس الوزراء والوزراء وغيرهم. فبالتالي حضر الحفل ده لتوزيع الشهادات على الناجحين الخديوي توفيق وكبار رجال حاشيته، يعني الحواش او الناس الخاصة بيه زي رئيس الوزراء والوزراء دلوقتي. والوزراء ورهطا من علية القوم. تعالوا نشوف المعاني اللي موجودة في الذكر. واصل مصطفى كامل، واصل يعني تابع حتى اتم دراسته. حتى نال شهادة إتمام الدراسة الابتدائية، نال يعني حصل عليه. وأقامت المدرسة حفلا فخما، فخما طبعا اللي هو ضخم، حفل كبير يعني، لتوزيع الشهادات على الناجحين. دعت إليه الخديوي توفيق وكبار رجال حاشيته، جمع حاشية يا جماعة حواش، جمع حاشية حواش، والوزراء اللي هو مفردها وزير، ورهطا من علية القوم. رهط اللي هي جماعة مضادها طبعا فرد. طيب من علية القوم، علية القوم اللي هم أعلى ناس موجودين في الوقت ده، وجمع قوم أقوام. ثم حدث في هذا الاحتفال الكبير حدث عجيب دل على ما تنطوي عليه نفس هذا التلميذ. كان من نظام الحفل أن يتقدم، حد يعرف يعرف كلمة يتقدم؟ يتقدم فعل مضارع منصوب وعلامة مفعول الفتحة لأنه سبقه حرف النصب أن. يتقدم الطلبة الناجحون للمثول بين يدي الخديوي واحدا فواحد. حدث في هذا الاحتفال الكبير حدث عجيب، حدث موقف غريب في الحفل خلى الناس كلها خدت بالها من الطالب مصطفى كامل. دل على من تنطوي عليه نفس هذا التلميذ. ما تنطوي عليه يعني تضمه، تحويه، تحتويه، ايه الحاجات اللي جوه نفسه. كان من نظام الحفل ان يتقدم الطلبه الناجحون للمثول بين يدي الخديوي واحدا فواحد. كل طالب ناجح كان بيقف قدام الخديوي عشان يعرف عن نفسه وقت الحفل، وده تم الاتفاق عليه بين مدرسين المدرسه والمدراء اللي موجودين فيها وبين الطلاب اللي هيقوموا بالمثول او الوقوف بين يدي الخديوي. وقد اعد الطلبه لهذا العرض. حد يعرف يقول لي؟ او انا هقول الطلبه دي تعرف ايه؟ تعرب نائب فاعل مرفوع علامة رفعية طلبة وعلامة رفعية ضمة. وأعد الفعل ده طبعا فعل مبني للمجهول. وقد أعد الطلبة لهذا الغرض. فلقنوا، لقنوا برضو مبني للمجهول، فلقنوا العبارات المناسبة في هذا المقام. لقنوا يعني يا جماعة؟ يعني شوفوا وحفظوا، حفظوهم الكلام المفروض هيتقال في الحفل.
فنكون العبارات المناسبة في هذا المقام، في هذا المقام هو الموقف حاجة مهمة بالنسبة لهم. ومنها أنه في حالة ذكر اسم الطالب أو اسم والده يجب أن يكون مسبوقا بكلمة عبدك. لما هيقف الطالب أمام الخديوي هيذكر اسمه قبل اسمه يذكر كلمة عبده. وأظهر مصطفى كامل كما أظهر بقية زملائه لهذه التعليمات. مصطفى كامل كان طفل من بين الأطفال اللي واقفين بيستمعوا إلى هذه التعليمات من المعلمين اللي واقفين قدامهم، وإن اختلف عنهم في طريقة تنفيذها، ولكن طريقة تنفيذ مصطفى كامل للتعليمات دي اختلفت عن باقي الطلبة، ونفذت المدرسة برنامج الحفل بدقة. قامت المدرسة بالفعل جاي يوم الحفل، وبالفعل المدرسة قامت بتنفيذ البرنامج اللي اتفقت عليه أو اللي كانوا متفقين عليه مع بعض، وقام الطلبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه أو ما تم تلقينهم به، وهو أن كل طالب هيقف أمام الخديوي سوف يذكر اسمه واسم والده مسبوقا أو اسم والده مسبوقا بكلمة عبدك، عبدك فلان ابن فلان. طيب، وجاء دور الطلبة الناجحين للمثول بين يدي الخديوي. دي دور الطلبة، كل طالب هيقف قدام الخديوي ويقول اسمه ايه بالظبط. جمع دور ادوار، جمع عبد، جمع عبد عبيد. وجاء دور الطلبة الناجحين للمثول بين يدي الخديوي ونفذوا التعليمات بدقة، إلا أن مصطفى كامل حين سأله الخديوي عن اسمه أجاب باعتداد وأنفة. لما جه الدور على مصطفى كامل المفروض هيقول إيه؟ هيقول عبدك مصطفى كامل ويذكر اسم والده. أجاب باعتداد وأنفة، يعني اعتداد يعني باهتمام، كان مهتم من الكلام، وأنفة اللي هو عزة النفس، كان معتز بنفسه جدا، عكس اعتداد إهمال أو انكسار، وعكس أنفة خضوع وذلة. قال إيه بقى مصطفى كامل؟ قال مصطفى كامل غير مسبوق بكلمة عبدك، وعن اسم والده أجاب أيضا المرحوم علي أفندي محمد. طب إزاي هو اسم مصطفى كامل والده اسمه علي أفندي؟ مصطفى كامل ده اسم لوحده، هو اسم مركب، مصطفى كامل علي افندي محمد، مصطفى كامل علي محمد، علي ده اسم والده، مصطفى كامل ده اسمه هو لوحده، مصطفى كامل علي افندي محمد. فعقب الخديوي على سبق معرفة بإخلاص والده. الخديوي توفيق، احنا قلنا اول الدرس خالص ان والد مصطفى كامل كان من الضباط اللي في الجيش المصري، فبالتالي هو عنده خلفية او يعرف والده، فأجاب إن هو عنده معرفة، عنده سبق معرفة أو معرفة سابقة بوالده وكفاءته. والضابط من خلف التلميذ الصغير يكاد ينفجر من الغيظ. الضابط طبعا اللي هو المفروض عارف التعليمات المفروض تنفذ في الحفل، ألا وهي ذكر كلمة عبدك قبل أن يذكر اسمه، كاد ينفجر من الغيظ، كان في قمة ثورته من الغيظ. طبعا الغيظ يعني الغضب، وعكسها الرضا أو الحلم أو الهدوء. يهمس إليه أن يذكر كلمة عبدك قبل كل إجابة، عمال يقول له لازم يهمس إليه، يعني يتكلم بصوت خافض، يتكلم بروح، عمال يقول له اذكر كلمة عبدك قبل ذكر اسمك قبل كل إجابة، فتجاهله مصطفى كامل. وظن الضابط أن الطالب نسي من رهبة المقام، الضابط افتكر أن مصطفى كامل نسي أن يقول كلمة عبدك من رهبة المقام، اللي هو من الخوف مثلا أو من هول الموقف، وهو موقف طبعا الوقوف بين يدي الخديوي واللي هو يعتبر زي رئيس الجمهوريه عندنا دلوقتي. نسي من رهبه المقام ان ينفذ ما امر به وانفض الحفل وغادر الزائرون المكان. انفض الحفل، الحفل خلص خلاص انتهى، وكل الناس اللي كانت موجوده ومنهم الخديوي والحاشيه بتاعته كله مشي والمكان اصبح خاليا. واستدعي مصطفى كامل، احنا قلنا الفعل استدعي ده مبني المجهول، مصطفى كامل دي نائب فاعل، واستدعي مصطفى كامل امام، طبعا ظرف مكان منصوب بالفتحه، امام الضابط، الضابط مضاف اليه مجرور بالكسره، ومدرسي المدرسه، ونوقش، طبعا نوقش هي كمان مبنيه المجهول، ونوقش في اسباب عدم طاعته وتنفيذ ما كلف به. طبعا استدعي مصطفى كامل يعني انطلب منه انه يحضر عشان يتكلموا معاه في اسباب عدم تنفيذ التعليمات المطلوبه منه. ونوقش بداوا يسالوه ويحاسبوه ليه لم ينطع او لم ينقاد لما تم طلبه منه ولما نفذوش لما كلف به، يعني كل ما امر به. فاجاب بكل شجاعه وجراه كيف تطلب مني ان اذكر امام الخديوي كلمه عبدك، كيف تطلب مني ان اذكر امام الخديوي كلمه عبدك وما كنت انا عبدا ولا كان ابي. ازاي بتطلب مني ان انا اقول كلمه عبدك وانا وابي لم نكن عبيدا. وتكلم في هذا الموقف بمنتهى الشجاعة والجرأة.
ولو قلت غير الحق كنت كذابا او محتالا. بيقولوا لهم ازاي تطلبوا مني اقول كلمه عبدك وانا وابي لم نكن عبيد؟ مش كده وبس، ولو قلت غير الحق اصبحت كاذبا او محتالا، وحاشا لي ان اكون كذلك، وانا بعيد كل البعد عن ان اكون كذاب او محتال. فاضطرب الضابط ولم يستطع ان يغالب دهشته. الطالب استغرب جدا من رد مصطفى كامل عليه، ولم يستطع ان يغالب دهشته، ان يقاوم دهشته. كيف ينطق تلميذ صغير لم يتعدى عمره 13 بهذه العبارات؟ ازاي طفل صغير زي مصطفى كامل لم يتعدى عمره، يعني لم يتجاوز 13، ان ينطق؟ ازاي قدر يتكلم بالطريقه دي وبالشجاعه والجرأه دي؟ ولا يستطيع ان يتفوه بها الكثيرون ممن هم اكبر منه سنا ومقاما، في غيره اكبر منه في السن وفي المقام لا يستطيعون ان يتحدثون بمثل هذه الجرأة والشجاعة. الدرس بتاعنا باختصار يا جماعة بيتكلم عن طفل يسمى مصطفى كامل، ظهرت بوادر شجاعته وجرأته في الثالثة، او هو لم يتجاوز 13 من عمره. الطالب ده تم طلب منه تنفيذ تعليمات معينة في حفل المدرسة الخاصة به في حفل تخرجه من المرحلة الابتدائية، ولكنه سمع التعليمات ونفذها بطريقة أخرى. من التعليمات اللي طلبت منه أن يقوم بذكر كلمة عبدك قبل أن يذكر اسمه واسم والده، ولكنه لم يستطيع أن ينفذ ما طلب منه، فذكر اسمه واسم والده فقط لأنه لم يكن عبدا ولم يكن والده عبدا. استغرب الجميع من شجاعة وجرأة مصطفى كامل. تعالوا نشوف الأسئلة اللي موجودة في الدرس بتاعنا. متى نال مصطفى كامل الشهادة الابتدائية؟ طبعا عام 1887. ما الدليل على تقدير المدرسة للناجحين؟ أقامت المدرسة حفلا فخما لترزيع الشهادات على الناجحين. طيب، ما النظام الذي كان معتادا أثناء كل حفل تقدمه المدرسة؟ أن يتقدم الطلبة الناجحون للمثول بين يدي الخديوي توثيق واحدا فواحد. كيف عد الطلبة للمثول بين يدي الخديوي؟ إزاي المدرسة قامت بإعداد الطلبة؟ لقنوا العبارات المناسبة في هذا المقام، ومنها أنه في حالة ذكر اسم الطالب واسم والده يكون مسبوقا بكلمة عبده. لمن تكون العبودية الحقيقية؟ طبعا لله وحده. احنا قلنا طبعا اعتداد اهتمام، أنف اعتداد، عقب يعني علق، ينفجر يعني يثور، ينفجر الضابط غضبا، الغيظ يعني الغضب، يهمس يعني يتكلم بصوت خافت، رهبة يعني خوف، انفض يعني تفرق وانتهى أو غادر الجميع، غادر يعني ترك، دورك معها أدوار الصغير الصغار، التلميذ التلاميذ والتلاميذ. هنشوف الأسئلة أو المناقشة اللي موجودة على الجزء ده. استدعي طلب حضوره، نوقش قلناه في الشرح حوسي وسئله، طاعته انقياده وعكسه عصيانه وتمرده، كلفه يعني ألزم، حاش لي يعني بعد عني، تعبير يفيد الرفض والانكار، حاجه بعيده عني، الطلبه يعني ارتبك وتحير، عكسه استقر وهذا، يغالب يعني يقاوم وعكسه يستسلم، دهشته حيرته، يتفوه يعني ينطق وعكسه يسكت، كم عمر اعمار. فيما خالف مصطفى كامل زملائه، من اهم الاسئله طبعا الموجوده في الدرس، خالف مصطفى كامل زملائه بانه اجاب عن اسمه واسم والده باعتداد وانفه غير مسبوق بكلمه عبدك، وعن اسم والده اجاب ايضا المرحوم علي افندي محمد، بما عقب الخديوي على اجابه مصطفى كامل بسبق معرفته باخلاص والده وكفاءته. طب ايه موقف ما موقف الضابط الملقب من مخالفه مصطفى كامل؟ وما موقف مصطفى كامل اتجاهه؟ كان قاد الضابط ان ينفجر من الغيظ ويهمس اليه ليذكره بكلمه عبده قبل كل اجابه. طب وما موقف مصطفى كامل؟ تجاهل الضابط. ماذا ظن الضابط؟ ان مصطفى كامل نسي التعليمات من رهبه المقام، بما اجاب مصطفى كامل عن مخالفته، اجاب بكل شجاعه وجراه، كيف تطلب مني ان اذكر امام الخديوي كلمه عبده وما كنت انا عبدا ولا كان ابي كذلك؟ ولو قلت غير الحق لكنت كذابا او محتالا. ما اثر اجابه مصطفى كامل على الضابط؟ ارتج الضابط ولم يستطع ان يغالب او يقاوم دهشته. كيف ينطق تلميذ صغير لم يتعدى عمره 13 بهذه العبارات، ولا يستطيع ان يتفوه بها الكثيرون ممن هم اكبر منه سنا ومقاما؟ كم كان عمر مصطفى كامل عندما حدث مع هذا الموقف؟ كان في 13 من عمره. طب ايه اللي احنا بقى نتعلمه من كده؟ الدرس بتاعنا اولا اسمه كبرياء طفل. مصطفى كامل مر بموقف
لم يكذب ولم يتنازل، فاعتز بنفسه واعتز بأن ورفض الذل والعبودية. فيبقى نتعلم في الدرس بتاعنا ان احنا نعتز بانفسنا ونرفض الذل والهوان، وان نربي ابنائنا على القيم النبيلة والشجاعة واحترام الذات. الدرس بتاعنا ده هيفيدنا بعد كده في القصة بتاعتنا ان شاء الله، في ده في فصل من فصول القصة في دفاع مصطفى كامل ضد الانجليز لمحاولة اخراجهم من مصر. مصطفى كامل كان من اهم السياسيين اللي كانوا بيحاربوا على بيدافعوا عن بلد ومصر، وبيحاربوا علشان يخرجوها من ظل الاستعباد والهوان. فبالتالي الدرس ده هيفيدنا بعد كده ان شاء الله في القصه. تعالوا نشوف بعض الاسئله المحتويه الموجوده في الدرس. واصلى مصطفى كامل الدراسة. الفعل واصلى فعل ماض مبني على الفتح، مصطفى فعل مرفوع بالضمة، حتى نال. هنركز على الحاجات المهمة. حتى دي يا جماعة ده من أدوات نصب الفعل المضارع، حتى لو جاء ابنك بعدها فعل مضارع تبقى من أدوات نصب الفعل المضارع. هي أدوات نصب الفعل المضارع أن، لن، كيف، حتى، لام التعليم. طيب يجب أن يكون مسبوقا، أن يكون، يكون دي فعل مضارع منصوب علامة نصب الفتح، مسبوقا خبر يكون منصوب علامة نصب الفتح، والاسم يكون، اسم يكون حذوف ضمير محذوف تقديره هو، او الاسم يعني عائد على الاسم. واصغر بقيه زملائي، خلي بالك احنا خدنا بالنا ان الهمزه هنا مكتوبه على نبره. ليه مكتوبه على نبره؟ لانها مقصوره. بقيه زملائي، زملائي مضاف ليه مجرور بالكسره، نطقنا الهمزه هنا مجروره، فبالتالي كتبت على نبره. لو مفتوحه بكتبها على السطر، لو مرفوعه كنت كتبتها على واو. لهذه التعليمات، هذه طبعا دي اسم ضمير مبني في محل جر اسم مجرور بعد اللام. وان اختلفت عنهم في طريقه تنفيذها، ونفذت المدرسه برنامج الحفظ بدقه، طبعا الباء حرف جر واللي جاي بعدها اسم مجرور. وجاء دور الطلبه الناجحين للمثول بين يدي، بين يدي الخديوي، ونفذوا التعليمات. التعليمات دي خلي بالك انها جمع مؤنث ثامن بدقه، الا مصطفى كامل. فحين ساله الخديوي، مين اللي سال؟ الخديوي. يبقى الخديوي دي فاعل، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. عن اسمه اجاب باعتداد وانف مصطفى كامل غير مسبوق بكلمه عبدك. وعن اسم والدي اجاب ايضا المرحوم علي افندي. احنا قلنا طبعا ان علي افندي ده والده، ولكن هو اسمه، اسمه على بعضه مصطفى كامل، اسمه هو لوحده يا جماعه. الضابط من خلف التلميذ الصغير، الصغير ده تعرف ايه؟ نعت، خدناها السنه اللي فاتت واللي قبلها. نعت من خلف التلميذ الصغير، نعت مجرور علامه جره الكسره، يكاد ينفجر من الغيظ. يهم التلاها ان يذكر، احنا قلنا ان يذكر، يذكر دي فعل مضارع منصوب علامه تفضيل فتحه قبل كل اجابه، اجابه مضاف لمجرور بالكسره. فتجاهله مصطفى كامل، فظن الضابط ان الطالب نسي من رهبه المقام ان ينفذ ما امر به. مين اللي ظن؟ الضابط. الضابط ولا خليه عشان ما نتلخبطش. فانفض الحفل وغادر الزائرون. الزائرون هنا فعل مرفوع علامه رفعه الواو، لانه جمع مذكر سالم. طبعا جمع مذكر السالم بيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. استدعي، احنا قلنا استدعي دي ايه؟ مبنيه للمجهول، ومصطفى دي نائب فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه. تقويم، نشوف التقويم مع بعض وينتهي الدرس بتاعنا ان شاء الله. استدعي مصطفى كامل امام الضابط ومدرس المدرسة، وناقش فيه أسباب عدم طاعته وتنفيذ ما كلف به، فأجاب بكل شجاعة وجرأة. مرادف استدعي يعني طلب، مضاد طاعة عصيان. لماذا تم استدعاء مصطفى كامل؟ لمناقشته في أسباب عدم طاعته وتنفيذ ما كلف أو ما أمر به، أو تنفيذ ما كلف به. طب بما أجاب مصطفى كامل، أجاب بكل شجاعة وجرأة، كيف تطلب مني أن أذكر أمام الخديوي كلمة عبدك؟ وما كنت أنا عبدا ولا كان أبي كذلك، ولو كنت، ولو قلت غير الحق كنت كذابا ومحتالا. ما الذي يمكن أن نستفيده من موقف مصطفى كامل؟ إيه اللي إحنا ممكن نستفيده من الموقف اللي قام به مصطفى كامل أمام الخديوي توفيق؟ أول حاجة ضرورة الاعتزاز بالنفس. تاني حاجة ضرورة الاهتمام بطلب العلم، هو طبعا كان مجتهد وطالب علم عشان كده اتخرج من المدرسة اللي هو فيها. ثالث حاجة ضرورة تربية الأبناء على القيم النبيلة. انتهى الدرس بتاعنا النهاردة، إن شاء الله نتقابل درس العصر بكرة إن شاء الله.